محامي سيده ومدير الامن كل بلطجيه العدل، كل بلطجيه العدل ان شاء الله يشرفه بالطرق. في تونس هم اللي مسكوا البلد، الجيش بتاع تونس قال السلطة كانت قدامنا وسابوها للشعب، بس عزل السياسة 10 سنين، 10 سنين اللبن واللحمة بالبلد دي قوات المسلحة. أي واحد كان في الحزب أو قريبه أو أي حد كان موالي للحزب حتى لو مش في الحزب 10 سنين ولا ينتخب ولا يصور، ده الناس اللي عاوزة تنظف، إنما المسخرة اللي حاصلة في كل حاجة دي الحقوق كلها راحت، حقوق الناس الشهداء راحت والمصابين راح والبلد هترجع اسوأ من مكان، البلد في ايد شيطان. 18 مليار بعد ما هو بيعمل انتخابات هترجع في ايدين اكثر من نص الشعب يمسكها والثوره تمسكها. اي انتخابات البلد المجلس العسكري هي النزيهه. الله ينور عليك النزيهه، هو القضاء اللي هشوفه على الانتخابات دي سلام النظام القديم قضاء مين؟ هل وقفوا حد من القضاء اللي كان ظهر في 2005؟ مفيش حد اتوقف، في حد وقفوه بالقضاء؟ ولا بيطلع احمد الزند افندي اللي كان ضرب واحد وكيل نيابه في طنطا ضربهم بالجزمه ودخلوهم السجن، واحد وكيل نيابه فاشل واخد بالك احمد الزند هو ده اللي هيصلح البلد؟ هم دول القضاء اللي هيصلحوا البلد؟ هم دول اللي هيعدلوا في البلد؟ انت تعتقد دول هيعدلوا في البلد؟ بس اتحكم على اي واحد دلوقتي في الناس اللي ماتت دي على مشروع مصر؟ في وجود مين؟ وامن الدوله واحد ضمن الجيش، والله العظيم بس البلد لازم تتوحد من كده اول صفر واحد ضمن الجيش.